صباح الخير البنات، ومرحبا بكم في قناة الهوندا دي زد. اليوم في نهار جديد، في فيديو جديد. حبيت نقدم لكم ونشارك معكم وش بيبلي، يعني ننزل لكم هذا الفيديو اللي راني نسجل فيه. دونك نتاع بيان سور الفلوغ، هكذا تحويسة خفيفة ظريفة من داخل الطوموبيل، من داخل السيارة. رانا رايحين ماشيين غاديين، وين ما نعرف. المهم الطوموبيل تمشي والواحد يحواس وخلاص. نهار شباب مشمس ممتع، يوم جميل جدا، راكم تشوفوا أشعة الشمس. نهار شباب بزاف، فيه فخي، فيه واحد البرودة، واحد النسمة. نهار مميز جدا، يوم مشرق، يوم جميل ورائع. يجب أن ننتهز الفرصة، لازم يفو بروفيتي دو سورتير، بروفيتي دو لا في. هذه هي، مهما يكون، حتى وإذا كانت كورونا، فالإنسان ما لازمش يبقى دايما قاعد في الدار وما يعيش حياته. دونك لضرورة أحكام، بارفوا الإنسان يخيق، لازم عليه يخرج يتنفس ويبدل الجو. ما لازم فقط الإنسان يكون دايما عنده الاحتياطات، والاحتياطات لا سيكوريتي دي جيان. راكم عارفين لازم نبقاو دائما نحافظوا على لبس الكمامه او بورتي لو ماسك، كواكيل اغيف كواك سوسوا. ما لازمش نتخلاو على لبس الكمامه، لانها يعني تحمينا وباش نحمو نفسنا من المرض، من الفيروس. اعوذ بالله من فيروس، ربي بعدو علينا وعليكم، اللهم ارفع الوباء يا رب العالمين. دونك لازم كما قلت لكم نلبسوا الكمامه لو ماسك، باش بيان سور نحيدوا على روحنا، وباش ايضا بيان سور باش نحمو نفسنا ونحمو غيرنا من مخاطر الفيروس والعياذ بالله. اللهم بعد عنا وعن كل الناس، كل العالم ان شاء الله. هذا الوباء ان شاء الله ربي يرفعه علينا، امين. هذه هي، كما راكم تشوفوا نهار شباب، نهار هايل. بصح الناس راني نشوف كاين اللي لابسين كمامه بزاف اللي يحترموا، وكاين ناس ما يحترموش للاسف الشديد، ربما لنقص الفهم او لنقص التويه، ولا ما يركزوش في هذا الشيء، ولا ما عرفتش كيفاش. المهم لازم ولازم ولازم الانسان يلبس الكمامه، لاخاطش حنا عندنا في فرنسا هنايا راهي موجه ثاني، موجه هذه اللي جات يعني تاع الفيروس بعد الشر. راكم عارفين لي ريستوراسيون، لي ريستورون كامل غالقين، واللي يبيعوا الحوايج، لي ماغازان كامل غالقين، يعني ما كاش منين تروحي تشري الحوايج. ودوكا كيما انا خصني شويه قاشر لوليدي، ما لقيتش منين نروح نشري، لازم تشري اونلاين. وبغيتي تشري اونلاين لازم تبقاي تستناي، ولي فري دو بور. دونك ماشي كيما تشري من عند الحانوت، تروحي تشري من الماغازان دونك وتختاري دونك سي با باغي. الوغ نصبروا حتى ليعاودو يفتحوا، ومن بعد هذه هي. دونك غوزمون واحد ما تقدريش تشري زعما لي موالف يلبس الحوايج، يشري الحوايج. دونك هذه هي، نبقاو قديم عزو جديد عزو، القديم نتفرط فيه. هذه هي دونك كيما راكم تشوفوا، كاش الناس بزاف كيما موالفين، كانوا كاينين بزاف الغاشي. فرنسا ماشي هي هذه، فرنسا فيها بزاف بوبلي، يعني الغاشي بزاف، فاي فيان، ناس كنحل كنمل، كي الشهدة تاع النمل، الناس رايحين جايين غاديين رايحين. على بالكم بلاد الناس عايشة هنايا، الناس ما يقطعوا صباطهم الخرجات والدخلات ولي زافيرات، وراكم عارفين. دونك فرنسا معروفة بلاد التحواس، بلاد هذه هي. دونك فوالا كامل اوروبا نورمالمون سي باغي. فوالا دونك هذه هي، اليوم انا خرجت، عندي بزاف ما خرجتش، عندي بزاف ما خرجتش، قلت علاش لا لا نخرج نحوس شويه نحي على خاطري. هذه هي دونك راني لابسه الكمامه، ما نحيهاش كامل، ملي نخرج من الباب تاع داري نلبسها حتى لي نولي نحيها في الدار. فوالا انسي كو توت لا فامي، سي كوم سا. هذا هو البروتوكول، لازم نحترمو قواعد الحماية، حماية نفسنا وحماية غيرنا. وثان فو ريسبكتي لا ديستونس دو متر، نحترمو يعني بعد المسافة متر واحد ونصف، باش ان شاء الله ربي يحمينا ويحميكم ويحمي الجميع. هذه هي كيما راكم تشوفوا، القلال الغاشي العباد ما كاش بزاف،
باسكو مازال رانا في الكونفينمون هذه هي، وقالوا باللي قريب يعني لي فاكسان راح يبداوهم في شهر على ما اظن ديسمبر او جانفي في فرنسا، ما عنديش مانيش مكونفيرمي انا المعلومه 100%، حتى يزيدوا ياكدوا فوالا حتى نتاكد مليح من المعلومه دونك، ولكن راني متاكده بلي لقاو الدواء يعني التلقيح او اللقاح. استغفر الله ماني عطست. لا ان شاء الله ماشي كورونا. ايش اوكي فوالا، دونك شوفوا معايا الشميسه، الله الله راكم تشوفوا ما شاء الله شميسه وما اروع. فيديو جديد، الكلام طيح من داك طيح كي نهضروا فورسيمون سا سا تون، دونك يفو سي بروتيجي ها سي بروتيجي. لازم نحميو نفسنا وغيرنا على ديستانس دو 1 متر، مسافة متر، وكاين بزاف اللي ما يحترموش ربما لنقص توعية ولا لأنهم يعمدون ويتعمدون. فوالا ها شباب ها هايل يفو بروفيتي.
مغرب 2 فرنسا مغرب.